النادي الاهلي، النادي الاهلي بمن حضر حقيقة الاهلي تعب قوي عشان البطولة دي، وكله بمجهود، كله بمجهود اعضاء مجلس الادارة، وحقيقة يعني رغم الحكم كان ضدنا بس الاهلي بيلعب كويس، ونهدي الجمهور ده لاعضاء مجلس الادارة كلهم، وان شاء الله دايما يا اهلي دايما يمتع الجماهير والاهلي بمن حضر، والاهلي دايما بيسعد الشعب المصري كله كله. مبروك الاهلي، مبروك الاهلي. اول حاجه لعيبه الاهلي لعيبه كبيره، والكابتن محمود الخطيب كل ما بيروح ماتش مع الاهلي ربنا بيرجعنا منصورين. الفريق ادى اداء راقي جدا، وبنشكرهم جميعا، نشكرهم جميعا. الف الف مبروك، وايه اليوم الحلو ده، وايه اليوم الجميل ده. الف مبروك للاهلي وجمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي والخطيب وبيبو، وكلنا مفرحانين، ويوم جميل قوي 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 وحلو قوي، والحمد لله بعد الازمه فرحنا كلنا، والحمد لله كسبنا، والف الف مبروك. الف مبروك لعيبه رجاله، واحب اشكر كابتن، احب اشكر المدير الفني كولر، مدرب اقسم بالله عظمه، شابوه شابوه كابتن كولر، مدرب كبير عظيم. واشكر الكابتن الخطيب على مجهود العظيم اللي بيبذله للنادي، وشكر الجماهير للنادي، والف مبروك. اغلى لقب واحلى لقب جبناه من قلب كازابلانكا، من قلب كازابلانكا، من قلب المغرب. احلى بطوله للاهلي، بيسعدنا وبيفرحنا الاهلي على مستوى البطولات مع الكابتن محمود الخطيب. كره، يد، سله، كل البطولات، وعلى الانشاءات. كلمه محمود الخطيب للعيبه هي كلمه السر. الف مبروك لقطه البطوله بتاعت كابتن محمود الخطيب لما كان بيقرا الفاتحه، ومحمد عبد المنعم نجم المباراه، ومحمد الشناوي، الاهلي كله نجوم، الحمد لله.